نتعرف على طريقه وكيفيه حل مشكل تحسينات على الاداء على تطبيق كوم لوفليبت. قم بالضغط هنا على ضبط الاعدادات، بعدها قم بالضغط هنا على تطبيقات، ثم قم بالضغط هنا على لوفليبت، بعدها قم بالضغط هنا، ثم قم بالضغط هنا على الموافقه، بعدها قم بالضغط هنا على مكان التخزين، من ثم نقوم بالضغط هنا مسح تخزين مؤقت، بعدها نقوم بالذهاب الى متجر جوجل، وهنا نقوم بالبحث عن تطبيق لوفليبت. يظهر على هذا الشكل، وانما تجدون هنا تحديد قم بالضغط عليه سيتم تحديد تطبيقكم لوفليبت. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكله. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة.